السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد العمدة من قناة كابتن محمد العمدة على اليوتيوب. القناة دي يا جماعة هتكون قناة احتياطية عشان تحسبا لأي ظرف يحصل في اليوتيوب، إن القناة الأساسية بتاعتنا قناة كابتن محمد العمدة تتقفل، فدي قناة اسمها الكابتن، مش كابتن، الكابتن محمد العمدة. إن شاء الله هننزل عليها المحتوى وهننزل عليها شغلنا، زي هيبقى شغل بديل او هننزل عليها بعض الاجزاء بحيث تكون احتياطيه، وتبقى الفيديوهات عندنا كامله، هنسخها عندي على الجهاز الكمبيوتر عندي، بحيث لا قدر الله لو القناه وقفت ارجع اعمل اعاده بس الشغل بتاعنا كله على القناه الاحتياطيه ان شاء الله. فياريت يا جماعه تدعمونا بالاشتراك في القناه، وان شاء الله هنوعدكم ان احنا نعمل شغل جديد عليها وتكون حاجة مميزة. وهنحاول نخلي القناة دي يا جماعة قناة فيها بعض الشغل التجاري شوية عن القناة التعليمية الأساسية. القناة دي هتكون فيها الشغل بحيث يكون فيها الإجابة عن بعض الأسئلة عن أسعار القوالب، زي دلوقتي أنا بعرض قدامكم البلاط للثري دي. البلاط ده يا جماعة مقاسه 50 في 50، عشان الناس اللي بتسأل، مقاسه 50 في 50، بتكون تخانة البلاطة من الخلف حوالي 8 ملي أو 1 سنتي. عاملين ليها تجهيزة من الخشب اسمها زرجينة، واسملها بطريقتين. طريقة تديلك 8 ملي وتقلب نفس البلاطة على نفس الزرجينة تديلك سنتي سنتي ونص، بحيث انك انت لو عايز تشتغل نفس البلاطة في الواجهات الخارجية من خارج البيت ينفع ان انا اشتغل بيها على سنتي ونص. لو انا اشتغل بيها داخل البيت او داخل المنزل اشتغل على 8 ملي، بحيث ما يديش تخانة وما يديش عمق جوه البيت، مش يضيق معايا المساحات في البيت. بالنسبة للواجهات ما بتفرقش معايا، لان كده ببقى الواجهة على الشارع، فما بتفرقش. وانا كمان انا ببقى محتاج متانة ومحتاج قوة في البلاطة. ده بخصوص البلاط الثري دي. شغلنا كله يا جماعة، البلاط ده متوفر منه بالظبط حوالي 9 أشكال المتاح فيهم يتعمل نظام الزرجينة بالخشب. باقي الأشكال لو حضرتك محتاجها ولازم شكل ضروري لازم تتعمل أو لازم يتصمم، ده لازم يا إما نصممهولك فايبر جلاس، يا إما نصممهولك سيليكون رابر، وغالبا هيكون سيليكون رابر، لأن هيكون فيه تفاصيل صغيرة احنا مش عارفين نجيبها في البلاستيك الانتي شوك او البلاستيك الحقن. فده بخصوص البلاط الثري دي. قلنا يا جماعة المقاس البلاطة 50 في 50، بتكون التخانة بتاعتها من الخلف 8 ملي، العمق كله بيبقى حوالي 3 او من 2 ل 3 سنتي بالرسمة، بتجسيمة الرسمة للثري دي. في بعض الرسومات تبقى كلها حوالي سنتي سنتي وربع، دي بتنفع تشتغل حوائط وتنفع تشتغل أسقف. لو حضرتك عايز يعني تكلمني أو تتواصل معايا، رقمي على الواتس هو من داخل مصر 0101209109، 0101209109. من خارج مصر هتضيف 002 وبعد كده هتكمل رقم 0021، لا قصدي 002 0101209109، 002 0101209109. ده الواتساب الخاص بتاعي. حضرتك ابعت لي رسالة صوتية أو رسالة كتابة أو الشكل الصورة اللي حضرتك عايز مثلا أنفذها لك، هرد عليك خلال يوم أو يومين بكتير. هبعت لك رسالة، لأما رسالة صوتية أو كتابة. ما بنبخلش على اي حد باي معلومة، كل المعلومات المتوفرة عندنا بنطرحها لك على القناة. بخصوص يا جماعة البرواز الدوشمة مقاسه كله 50 في 70. برواز الدوشمة سواء كان صرمة او ديسكو او جلبال او نفخ، كله مقاس 50 في 70، 50 في 70، بيكون حوالي 3 ادوار، دور 2 سنتي، بعد كده دور 4 سنتي أو 5 سنتي، وبعد كده الدور الأخير 2 سنتي، يبقى 2 5 2. ده تخانة البرواز، غير الأربع دوشة مع الجناب، غير الدوشمتين اللي في النص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.